طب ايه بقى مغزى الموضوع اللي انتوا عايزيني فيه؟ بص يا انكل عم دهب، نعم، عشان ما نقعدش نلف وندور على بعض، احنا عندنا شويه معلومات واللغز، حضرتك عندك شويه معلومات بلس العقد، فاحنا نظبط الحاجات كلها على بعض وحضرتك تاخد الفلوس بتاعتك اللي عند جده، بس اللي اوله شرط اخره سور. سور ازاي يا بنت؟ اخره نور قصدك يعني؟ لا سور، عشان السور ما حدش يقدر يعديه. نور ايه؟ وات ايفر يعني. وبعدين اوكي، حضرتك هتاخد حقك واحنا هناخد حقنا، ومحدش يجي على حق التاني الا مؤاخذه. طب مؤاخذه يعني انا ايه المطلوب مني برضو؟ حضرتك تدينا العقد ونفتح المجله ونشك ايه الموضوع. انتوا لسه بتشكوا في العقد؟ لا نشك يعني نشوف ايه الموضوع. ماشي هات العقد. اضح اتفضل يا مالك. اول حاجه لازم نفهمها هو ليه جده ودانا عند العقد وهو عارف انه فوقش اصلا. مفيش اي حاجه في الستوري ليها علاقه بالعقد وفوقش عقش والجده بطه احنا ما خدناش بالنا منها. هو مفيش، بس استني اما اتاكد بس. اهو الراجل رايح للجده بطه بيقول لها انه هيشتري العقد بفلوس كتير، قالت له ماشي، وبعدين بتفتح الدولاب ما لقيتوش، ووصل الراجل تاني. الراجل: انا جاهز يا جده بطه، احضرت النقود معي. الجده بطه: وانا لا اجد ما اقول لك، لقد ضاع العقد فجاه ولم اجده. الرجل: اوه انها خساره كبيره، لقد وعدت زوجتي ان اهدي هذا العقد الثمين بعد ان احفر عليها اول حروف من اسامينا، ماذا اعطيها الان؟ فله وياسمينه. الجده بطه: انا في قمه الخجل ولا اعرف. العقد محفور عليه حروف وارقام. اه يا بنت، ما هي دي الحروف بتاعت الختم بتاع الفالسو. مغزى ختم فالسو ازاي؟ الحاجات الاصليه بس هي اللي بيكون عليها ختم. مين الحمار اللي قالك كده؟ الواد ضاح. انا قلت حاجه؟ انت امبارح مش قلت كده؟ والفالسو له ختم برضه يا احمد. لا اخلص خالص. طيب والله عيب تبقى حضرتك راجل كبير ومهم كده وتسمع كلام الحمار ده. يا جماعه هي الحروف دي ايه اصلا؟ زد ب، بس مش عارفه اقرا الارقام من اليمين للشمال ولا من الشمال لليمين. وريني. طب الاختصار زاد ايه؟ صاد يا بنتي، صاد. صاد ب 717. ايوه يا جماعه، صاد ب ده اختصار لايه؟ يكونش 717 دي صاد ب 717 ده نمرة العربيه بتاعت جدكم. زمان ما كانش فيه حروف وارقام في نمر العربيات. اه صحيح، وكان في عربيات ليها ارقام. احمر انت. انا قلت حاجه؟ مش انت قايل كده امبارح؟ اخلص انت خلاص. Why don't you fire him؟ ليه اضربني بالنار ليه؟ ممكن سمك بربوري. بربورك؟ صابون بالموليف. يكونش صندوق بيره. سمك بوري. لا يا جماعه استنوا استنوا، انتوا بتهروا في ايه؟ صاد ب اختصار صندوق بريد. اه صحيح، صاد ب طول عمرها صندوق بريد. يكونش صوصن بدر. ما تخلص بقى، ما خلاص عرفتينا، صندوق بريد. انا قلت اجتهد. لا ما تجتهدش. يا جماعه يا جماعه، صندوق البريد ده اللي كنا بنبعت فيه الشمعدان والفوازير، عارفه؟ اه شريهان، you look very stupid. صندوق بالسين. هي بالسين فعلا؟ اه صحيح. سيبك من عم دهب، دي تافهه اساسا. طب واحنا هنوصل ازاي لصندوق البريد ده؟ عادي، هنكلم دليل التليفونات. اه صحيح. معلش يا عم دهب، تديني تليفونك بس اكلم الدليل عشان ما عنديش رصيد. تليفون انا؟ شوفي تليفون انا البطاريه فاضل فيها 3 شهور. ما تاخدي التليفون بنت عمك اهرب لك. ايه اصيل يا عم دهب، هاتي هنا لي التليفون. حركات رخيصه قوي، خد يا بنتي. الو السلام عليكم. ايوه لو سمحتي، عايز اعرف عنوان صندوق بريد 717 ده موجود فين؟ يكونش سكر بره. بره ايه؟ ما خلاص يا ابني انا قلت اكتئب. ما تكتئبش، قول لي صندوق بريد وارسل عليه خلاص. فين؟ مكتب بريد الحلميه الجديده. شكرا، السلام عليكم. مكتب بريد الحلميه الجديده. بتهزري؟ هو الحلميه ده مكان بجد مش بس في المسلسل؟ طب بتتعمل قبل المسلسل ولا بعد المسلسل؟ مسلسل ايه بس يا بنت، خلينا في المسلسل اللي احنا فيه ده. يلا بينا نشوف صندوق البريد ده فين. يكونش صافي نار بترقص. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا حاج، عايزين نفتح صندوق بريد 717. 717 717. ايوه صح مظبوط، عندنا عندنا.
انا عارفه انه عندكم، احنا عايزين نفتحه وناخد اللي جواه. راحت فين كوبايه الشاي؟ راحت فين؟ اتفضل يا حاج الشاي. اه متشكر، العتب على النظر. طب يا حاج عايزين نفتح صندوق 717. هو اي حد عايز يفتح صندوق نفتحه له كده على طول؟ ده صندوق خاص، يعني لازم اللي يفتحه يكون المالك الاصلي بتاعه. طب ما احنا اصحاب الصندوق يا حاج. ايوه، يعني باسم مين فيكم؟ باسم مكاوي ابو الخير. وحضرتك بقى مكاوي ابو الخير؟ حضرتك ايه يا حاج، انت مش سامع صوتي؟ انا انثى، انا انثى يا حاج. لا مؤاخذه يا بنتي، العتب على النظر. هو فين بقى الاستاذ مكاوي؟ الاستاذ مكاوي عقبال عندك مات الله يرحمه، ودول احفاده. ايوه، وحضرتك بقى مين؟ انا حرم المرحوم، انا جدتهم. معاكوا اعلام وراثه؟ لا معانا بطاقات. بطاقات؟ ما ينفعش بطاقات، لازم اعلام وراثه. اعلام وراثه ايه بس يا حاج؟ بيقولوا لك معاهم بطايق تثبت ان هم احفاد مكاوي. نيلي وشريهان احفاد مكاوي. انت قلت لي مين؟ نيلي وشريهان احفاد مكاوي. نيلي وشريهان؟ نيلي وشريهان؟ ايوه نيلي. والله العظيم من ساعه ما دخلوا عليا وانا عمال اسبح عليهم واقول انا شفتهم في نيلي وشريهان. لا مش ممكن، مش ممكن. بس انا اول مره اعرف ان نيلي وشريهان قرايب. لا حضرتك، ما هو شفت بقى يا حاج، شفت بقى الدنيا ضيقه ازاي وصغيره ازاي. نيلي وشريهان وجولك اهو مع بعضهم، وانت عمال تقول لهم اعلام وراثه وادوني بطايق واثبات شخصيه. ده كلام؟ بطايق ايه واثبات شخصيه ايه؟ ده هم نفسهم وشهم بطاقه. ربنا يخليك يا حاج، ربنا يكرمك. هيا هنفتح الصندوق بقى ولا ايه؟ طبعا، ده انا افتح لكم الدنيا كلها صندوق. بس انا ليا طلب رفيع عندكم قد كده. انت تؤمر يا عم؟ طلب رفيع ولا تخين؟ اؤمر. نيلي وشريهان بقى وزمن الفن الجميل بقى والحاجات الحلوه، الاستعراضات والاغاني بتاعت زمان الحلوه دي، الفوازير دي نسمع منها بقى حاجه. طبعا طبعا، ما انت فاهم ايه؟ طبعاً لازم شويه كده. الراجل الطيب ده هيفتح لنا الصندوق. أيوة مش هينفع يا عم ده، نسمعه اي حاجه عشان نفتح الصندوق. اي حاجه، وحد مش حافظ حاجه لشريهان ونيلي. يلا يا نيلي، يلا يا شريهان. حاجتكم بتاعت زمان دي. اه ركز بقى يا حاج واتفرج بقى. شوف بقى. ربنا يسامحك يا جدو، كله عشان خاطر الفلوس. سوري يا فنانة نيلي. أسفة أستاذة شرهان. سيادتك أم العريس. طبعا 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 أم العريس. أم العريس صك 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 على الموضوع. لو لو قلت هاخدك فوق صك بو عك تعك ما زو كش فكرك ممنوع تقول ممنوع ناو صوت على الموضوع. ودي واحد اتنين تلاتة بقى. بارام بام بيري بارا بام بام بارام بارا بام بام بيري بارا لا بيري باري لا بارا لا 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 موضوع. الله 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 الله، ايه الجمال ده؟ ايه العظمة دي كلها؟ بصراحة والله 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 انتوا انستونا. امال ايه؟ انستونا. امال ايه؟ انستونا. اتفضلوا 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 اتفضلوا. مفيش يا أمور. خش. أيوه. ها. بس. إحنا كده وصلنا المقر. نبتدي بقى نوزع المهام. يلا شريهان وهاني هتخشوا المتحف. تشدوا سكينة الكهرباء. تقطعوا النور عن المتحف. نيلي وسيف تخشوا عند العقد. تجيبوا العقد والجول. بس. وإنتي بقى يا فتحي هتعملي إيه؟ لا انا هعدي على خالتي هنا ساكنه في الكتكات، اخدها افسحها شويه في الفلوكه الحلوه دي، وانتوا على ما تخلصوا تدوني رنه صغننه اجيلكوا نروح سوا. وحياه امك جرايب لا في ايه؟ ما انا قلت لكم من الاول ان الشغلانه دي محتاجه رجاله معايا. الله، وبعدين انا اصلا بقالي كتير ما عملتش الشغل بايدي، وكمان ولا لياقتي ولا مكانتي الاجتماعيه يسمحوا لي بالشغل ده. في ايه يا عم عزت العلايلي؟ هو احنا رايحين نفجر ايلات؟ وبعدين ايه حوار مكانتي الاجتماعيه ده؟ اصل انا اصل ايه؟ بصوا من الاخر كده، انتوا شكلكم ولاد حلال، وانا حبيتكم يعني زي اخواتي، واتسمت فيكم الخير. فبص انا هجيلكم على الدغري واحكي لكم بصراحه. انا اصلا مش حراميه، انا بسرق وانا مجبوره. الله يسامحك يابا، خلتني كده مقهوره، طلعني ليه حراميه؟ انسانه مش متربيه. ايه ده؟
هو احنا طالعين نسرق مع فؤاد نجم؟ استنى، هي مش دي اغنيه مع احترام انا مش حرامي؟ ده بتاعت مين دي؟ احمد فؤاد نجم. بقول لك ايه يا فنانه، هتقعدي تقولي لنا بقى صعبانيات وتغني علينا؟ الكلام ده ما ياكلش معانا. انت قابضه فلوس وانت اللي هتخشي تسالي عقد. خلاص يا شريهان، لو هي مش عاجبها الكلام ممكن نخلي صباح تعمل معاها زي ما عملت مع السيد عضة. سيد عظمه whatever، هي هتعرف تتصرف معاها. هتقرفونا كل شويه صباح صباح، الشغلانه المنايله اللي انا جرست نفسي فيها دي. خلصونا يا جدعان، هطلع معاكم. يبقى استبينا، هطلع انا وفتحي وسيف نجيب العقد وانتوا تراقبوا لنا الجو. سيف ايه؟ ما تطلع انت وفتحي وشريهان. يعني ايه البنات تدخل تعمل المهمه وانتوا تقعدوا تتفرجوا؟ يا سلام، دلوقتي البنت مش زي الولد. فين البنت المهندسة والمحامية؟ اهي بقت حرامية. مش هرد عليك. معلش، المرة دي هتبقى لدرجية. يلا بقى، انا مش عارف ازاي اطوعك واطلع اسرق انا دلوقتي. سيف كفاية دلع بقى، يلا ما تعطلناش. خد يا عم الواد الخير ده، خد الشايفة عشان ما تخافش. يلا خد معاك تورتش، هي تنور لك جوه. يلا بسم الله الله اكبر. يلا يا عم. حاضر. هاني رايح فين؟ هات ايدك. تعالى اسندوا الطفل ده. أوه. عم ابراهيم هنا خانقه قوي، خلينا نطلع نستناهم بره في الهوا. بقولك ايه، هي خالتي ما حكتلكيش عملت ايه مع سيد عظمه؟ لا مش عارفه، هي قالت لنا هتقول لنا لما نكبر. I guess حاجه عيب. تجري يا فتحي، انت هتبيعني ولا ايه؟ فتحي شايفه البوزيتيفيتي اللي طالعه من النيل؟ الجو تحفه. شمنتي البوزيتيفيتي اللي طالعه من شكماني الماركت؟ ما رشقتش في صدرك غشلقته؟ لا طبعا، لان انا مش بشوف الحاجات النيجاتيف اللي زيك دي. طب والنبي تلاقي على عينك بقى بالنيجاتيف والبوزيتيف بتاعك ده، عشان انا شاكه ان الواد هاني ده هيطلع حرامي بجد ولقى نفسه في الشغلانه دي. شاكه؟ انا متاكده ان هاني ده هياخد العقد ويهرب بيه ومش هنعرف نجيبه. وجهة نظر يا نيلي، أول مرة تقولي حاجة صح. تعالوا فتحته. يا له الغباوة دي. انت اللي غبي ومتخلف. خلصونا الله يخرب بيتكم. تعالوا تعال انت. ايه؟ روح من هنا، هتلاقي سكينة الكهرباء، شدها تقطع النور وجن عند العقد. يلا ماشي يا معلمة. وانت تعال. اجي في ايه؟ خلص يا فتحي. يلا استر يا رب. العقد في المكان ده يا فتحي. فين؟ اهو. اه هو ده. بس على مهلك بقى. باستر، هو ده اللي انتوا عايزينه؟ ايوه ايوه هو صح. يا رب ما تكهربش والنبي. استني. صحيح، ايه ممكن يكون الانذار متوصل بجنريتور؟ ايه يا عم السيميليتور ده، احنا في دريم بارك. سيميليتور ايه؟ بقول لك جنريتور. اللي هو الجنريتور ده اللي هو بيولد كهرباء. يعني اللي هو بيعمل ايه؟ بيولد يعني ما النور يقطع هو بيولد كهرباء. انت قصدك اليو بي اس. انت عارفه اليو بي اس ومش عارفه الجنريتور؟ اه يا اخويا عارفه اليو بي اس، وبعدين ما هو احنا اصلا خليناه يقطع الكهرباء عشان الكهرباء ما هتقطع اليو بي اس مش هيشتغل. انت متخلفه، اليو بي اس اصلا معمول عشان لما النور يقطع يشتغل. استغفر الله العظيم يا رب. استاذ سيف، هو حضرتك اللي حرام ولا انا اللي حراميه؟ انت طبعا الحراميه. طب حضرتك دلوقتي بتشتغل ايه؟ انا مش بشتغل، انا بدرس. بتدرس ايه؟ هندسه كهرباء. هندسه كهرباء. انا ينفع افتي دلوقتي في شغلانتك؟ فتحي انت دلوقتي بتفتي في شغلانتي، انت ما بتعمليش اي حاجه غير انك بتفتي في شغلانتي. ايه يا جماعه؟
ايه ما خلصتوش ليه؟ هنخلص حالا. بتعملي ايه؟ يا عم خلص بقى، انت في ايه؟ الانذار هيضرب. مش انت دلوقتي كل مشكلتك في الحياة ان انا اخد العقد ده من غير ما اشيل الصندوق الزجاج عشان خاطر الانذار ما يضربش؟ ايوه خلاص انا هاخد العقد من غير ما اشيل الصندوق الزجاج. ازاي بقى يا ست كاسرين زيتا جونز؟ هوريك حالا. هتعلف ايدك ده؟ خدي. يا لهوي العيال اتمسكوا ولا ايه؟ طب يلا نهرب احنا. يلا يلا. لا لا يا نيلي مش هينفع نهرب ونسيبهم، انا عايزه العقد برضه. وجهة نظر. اول مره تقولي حاجه صح يا شريهان. امسك نفسك امسك نفسك. طبعا بتحرقني يا هاني مش قادر. خلاص ما تلعبش فيها. هاني هاني انا مش قادر. واضح انها النهايه. لا نهايه ايه؟ احنا لسه في نص رمضان. طب كملوا انتوا الطريق هاني. انا المشاهد دي بتاثر فيا قوي بس ما فيش وقت. يلا نقطوا. يلا يا اخويا عدي ما تستموت لناش. تعالى اسند عليا اسند عليا. بيعملوا ايه؟ هينطوا؟ يا لهوي ايه ده؟ دي طلعت غاوطة قوي. امال انت فاكراك كبرتاج ولا ايه؟ طب انت معكش عوامة بطة؟ لا بقول لك ايه؟ شجع كده ونطي قفزة الثقة. يلا. مش عارف سمعت كلام كتير انا وجيت معاكم عشان ما عندكش شخصيه. يا جماعه انا بنزف جامد قوي، محتاج نقل دم وفصيله دم نادره، انا كده هموت. خلاص بقى يا سيف، شكلها حاجه بسيطه يعني مش هتموت ولا حاجه، بس من فضلك ما تقربش مني عشان انا ما بحبش الدم يجي على هدومي. دم ايه يا جماعه؟ ده جرح سطحي. جرح سطحي ازاي وانا حاسس ان الرصاص اللي اتسال في كتفي؟ بقول لكم يا كباتن العقد ده فوش. فوش؟ فوش يعني ايه؟ مش عارفه يا اختي يعني ايه فوش. يعني فالسو، يعني اي كلام، يعني مضروب، يعني طلع فتش. وات فتش؟ يبقى اكيد العقد ده هيوديني لحاجه تانية. بموت. بس بقى هنعمل ايه في المصيبه دي؟ طب اسمعوا، احنا ناخد سيف ونسيبه عند اي مستشفى ونروح نشوف موضوع الفوش ده ايه. انتوا عايزين تاخدوني لحم وتلموني عظم، ولما اروح المستشفى يقولوا لي مالك في كتفك في ايه اقول لهم ايه؟ ده كاتشب؟ انا مش هقع لوحدي، كلكم هتقعوا معايا وهدرجركم كلكم. بقول لك يا كابتن اهدى على نفسك كده وبلاش افوار عشان الفيلم ده انا شفته قبل كده. خلاص يا جماعه احنا نطلع على صباح وتشوف لنا صرفه في موضوع العقد ده وكتفي، وتشوف لنا صرفه في موضوع كتفك، وتشوف لنا حاجه ناكلها عشان ميتين من الجوع كلنا. يلا بينا. خدني معاك يا هاني. خليك بقى هاني. انا بنزف يا هاني. سلام يا عم ابراهيم، خلي بالك من نفسك. انت واثقه في عم ابراهيم ده ولا هيروح يفتن علينا؟ هيفتن علينا اكيد، ده سمع كل حاجه، ده مخبر اساسي. هاني. ايوه. الرصاصه لا تزال في كتفي. انت ما رجعتهاش لحد دلوقتي؟ انت هتهزر. معلش لما نوصل بالسلامه تبقى ترجعها لهم. اهدي. معلش في ايه؟ انت يا عم يا اللي منور العالي، ده بوليس ده ولا ايه؟ ده بوليس ايه؟ ما تطوليش بقى فيها. نور ايه ده؟ حرام عليكي، بقول لنا بقى فين اليخت بتاع صاحبك مو ده عشان خلاص رجليا وجعتني. اليخت اهو. ايه انتوا اتأخرتوا كده ليه؟ مفيش اصلا. بس بقى ايه يا دي هاني اللي انت عامله ده؟ يالا انت فاكر نفسك بتنشط السياحه يا روح خالتك؟ سياحه ايه؟ دول زمايلي في المعهد، وجيت هنا سبحان الله لقيتهم صدفه. قولي لها يا سماح. يا جماعه مالكم قافشين كده ليه؟ يلا اطلعوا بسرعه، ده الست قريبتكم دي طلعت جامده بس.
قريبتنا مين دي؟ ايه واو خالته صباح. نهار اسود يا خالتي، انت جيتي مع مين؟ جت معايا. انتوا ما تعرفوش تزوغوا مني. فين ماما ميمي؟ ماما ميمي يا حلوة في الحفظ والصون. خطفتوها يا كلاب؟ لا بنفرجها الشعب المرجانية. ماما ميمي لو سمحتي اقعدي حبيبتي. حاضر حاضر هركبك باراسيلينج تاني. هي ايه يا اختي المزيكا المسخه اللي حاطينها دي؟ شيشي انت بقى ومزاجك عنب ومش همك المصيبه اللي انت دبستينا فيها. مصيبه ايه يا اختي اللي انا دبستك فيها؟ التسليمه السوداء اللي سلمتيها لنا للي اسمه ضاحي ده. انا يا اختي ما سلمتش حد وما اعرفش حاجه. الراجل جالي وقال لي انه هو صاحبك وسالني راحوا فين؟ قلت له يا اخويا راحوا الغردقه. قال لي طب انا رايح له. قلت له طب والنبي يا اخويا عشان خاطري تاخدني معاه. خدني معاه. مش انتوا اللي سبتوني وتلميتوا على بعض وما رضيتوش تاخدوني؟ قال ايه مفيش مكان في العربيه، اديني جيت لكم على قلبكم اهو. انت عارفه الراجل اللي انت جبتيه لنا ده مين؟ هيكون مين يعني؟ الزفت المساعد بتاع عم دهب اللي احنا ما صدقنا ان احنا خلصنا منه. تخلصوا من مين يا حلوه؟ اوعوا تتخيلوا انكم تقدروا تخلصوا مننا. اي حاجه بتعملوها بتبقى تحت عينينا، فما تفكروش انكم تقدروا تزوغوا مننا عشان ده مش هيحصل خالص. لا خالص، نزوغ ايه؟ احنا اصلا جايين لغردقة عشان انا اخد تان. وانا كمان حتى اي جوت سان كيست. مش حاسس؟ انا كمان مش حاسس. وبعدين كمان عشان ندور على الكنز واحنا فريش. وكنت رايحين لمحفوظ عشان تبقوا فريش برضو. اسكت، ده عندهم بقى كريمة البراوني دي تحفة. بص مزلزة كده. ده انا بحب الزليزة قوي. طب خد امسك يا مزلز انت. بقول لك ايه يا اختي، انا ماليش خلق. انا جاي عشان اصيف وانبسط واشم هوا واشم النسيم كمان معاه. عن اذنكم بقى. براحتك يا بهدوره براحتك. انا رايح اخويا اقعد مع الشباب. بقول لكم ايه، انا مش جاي النهارده، احنا ورانا شغل. ليكوا ايه عند محفوظ؟ لقينا عند محفوظ العربيه اللي كانت في اللغز. حلو، ولقيتوا فيها حاجه؟ ما عرفناش نوصل لها، متعلقة في حتة عالية في المطعم. أحيي، وهنعمل إيه؟ ولا حاجة، هنروح بالليل، هيكون زحمة ودوشة وكده، فهنتسبسب في وسط. هنتسبسب إيه؟ نتسبسب إيه؟ ما هنتسرسب. أوكي whatever، هنتسرسب في وسط الناس ونوصل لها. طب لو اتقفشنا؟ لا لا لا، ما تقلقوش من الحكاية دي. حتى لو اتقفشتم هخرجكم منها زي الشعر من العجينة.
بقى ويجو 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 مجانين ولا ايه؟ رايح فين يا اخويا؟ لا بلاش انت مصر، عايزاك استنى. يا لهوي الحقنا مو الحقنا مو مو يا ابني اهبل منك لو يا ابني ازيك يا اهبل؟ استنى الحمد لله. ما دي اهرب يا مو. يا نهار اسود، سبتوني لوحدي في المايه؟ بس ده ما بيغلبش ابدا. انا هتصرف. هتصرف